لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، مصدر حكومي يؤكد تورط ميليشيا العصائب بحادث غرق عبارة الموصل. في صحيفة المدى، القمة الثلاثية تناقش الإسراع بمد أنبوب النفط والتصدير عبر العقبة. في موقع كتابات، بعد العبارة جسر الموت يهدد حياة العراقيين ولا أحد يتحرك. في موقع الجزيرة نت، على خلفية غرق عبارة الموصل، رئيس الوزراء يطالب بإقالة محافظ نينوى. في صحيفة العربية الجديد، أفول داعش في سوريا، بداية احتدام الصراع الداخلي والخارجي. في القدس العربي، الجارديان، تزايد جرائم معاداة الإسلام في بريطانيا. وفي صحيفة الحياة، مسجدان نيوزيلندا يفتحان أبوابهما من جديد. السلام عليكم. العراق كله كان وما زال عبارة أنجبت عبارة الموصل، وستنجب في كل شهر قادم عبارة أخرى في نهر آخر أو مدينة عراقية أخرى في الجنوب. الموصل ليست الوسط أو الشمال وحدها التي أصبحت عبارة تأخذ فلذات أكبادها ورجالها ونساءها إلى مدافن تحت الماء. حتى الحجر الذي ليس له قلب وضمير وشرف ودين لم يستطع أن يمسك دموعه ويسكت أنينه وهو يتابع أخبار الكارثة الجديدة التي تضاف إلى الكوارث المتواصلة التي تحملتها المدينة الثكلى الجريحة الصابرة الحزينة أم الربيعين. بهذه العبارات استهل الكاتب إبراهيم الزبيدي مقاله في صحيفة العرب اللندنية. لا شك في أن الموصل ليست وحدها التي أصبحت عبارة تأخذ فلذات أكبادها ورجالها ونساءها إلى مدافن تحت الماء، بل هي الدولة العراقية كلها بقضها وقضيضها عبارة حاملة لفلذات أكبادها ورجالها ونسائها إلى غرق أكيد. فلو كان العراق دولة ذات سيادة ولها كرامة ويحكمها أبناؤها النجباء وليس الوكلاء، وتسيرها القوانين والمؤسسات مثل باقي دول البشر الأخرى التي تحترم نفسها وأهلها، لأطاحت كارثة من وزن عبارة الموصل وحجمها بجميع رؤوس الحكم من أعلاها إلى أسفلها في ساعات، ولبدأ القضاء العادل النزيه الشجاع وعلى الفور بجرجرة الكبار قبل الصغار إلى ساحة القصاص. فدولتنا ليس لها نوع ولا لول ولا رائحة ولا طعم، مزرعة لجيوش من الفاسدين والمختلسين والمرتشين من أرباب السوابق. إيران التي تحكم العراق مباشرة أو بالواسطة تحتكر كراسي الحكم من أعلاها إلى أدناها ومن أكبرها إلى أصغرها، ولا يستطيع عاقل وعادل ونزيه أن ينكر ذلك. وعليه فهي من أجل تحلية احتلالها وتسهيل بلعه على العراقيين تحتاج إلى ممثلين كومبارس شيعة وسنة، عربا وأكرادا، مسلمين ومسيحيين، لا تشترط فيهم سوى ألا يكون بينهم رجل حقيقي وطني شجاع شهم ونزيه، بل إن أفضلهم لديها وأقربهم إلى قلب وليها الفقيه أكذبهم وأكثرهم انتهازية وأقلهم ذمة وأشدهم ظلما وقسوة. تفاعل العالم كله مع الجريمة النكراء التي ارتكبها سفاح المسجدين في نيوزيلندا، وراح ضحية ذلك بالفعل الإرهابي أكثر من 50 ضحية ليس لهم ذنب سوى أنهم كانوا مسلمين. لكن استنكار هذه الجريمة محليا وعالميا خفف الكثير من آلامها ومنع كثيرا من التداعيات السياسية والاجتماعية في نيوزيلندا التي كادت تحصل بسبب ذلك العمل الإرهابي المتطرف
لكن فاجعة الموصل هي الأكثر ألماً، حيث أن ضحاياها نساء وأطفال، ما قال للكاتب ثامر الحجامي في موقع كتابات. فجعت الموصل العراقية بمأساة أعظم مما حصل في نيوزيلندا. كان جل الضحايا من الأطفال والنساء الذين غرقوا بنهر دجلة بسبب انقلاب عبارة كانت تقل ضعف العدد المسموح به وفقدانها لشروط السلامة والأمان. في منتجع سياحي يفترض أن تكون أهم أولوياته المحافظة على سلامة السياح وليس جني الأموال والأرباح، دون أن تكون هناك قيمة للإنسان وحرص ألا يصاب أحد بأذى أو يتعرض إلى خطر. لم يكن الذين غرقوا وأفجعوا العراق بأكمله مجرد ضحايا عبارة فحسب، وإنما ضحية فساد واستهتار بأرواح المواطنين. فالمسؤولون عن العبارة كان همهم حصد الأموال فحصدوا الأرواح، وغابت الإجراءات الاحترازية في مدينة الألعاب لمثل هذه الحالات، فلا نجادات متوفرة في محل الحادث ولا نجدة نهرية قريبة وغياب للغواصين في هكذا موقع، فلو كانوا متواجدين فيه كان من الممكن تقليل عدد الضحايا بنسبة كبيرة. هذا الحادث يفتح الباب واسعاً أمام الكثير من الأسئلة عن المشاريع الاستثمارية ومراعاتها لشروط السلامة والحفاظ على حياة المواطنين. ولماذا حين نصاب بفاجعة فقط ننتبه إلى أنفسنا؟ وتستنفر الجهات المعنية إمكاناتها لفترة معينة حتى يتم نسيان الواقعة، فذاكرة الكثير من المسؤولين أشبه بذاكرة السمكة، ينسون ما حصل عاجلاً بعد أن يحال إلى لجنة تحقيقية. يثير مشهد انقلاب عبارة الموصل الروعة في نفوس كل من شاهده، وإن أعيد مرارا وتكرارا فهو يظهر كما أن لو أن العبارة لفظت كل من اعتلى كتفيها من الأطفال والنساء والشباب تماما كما تلفظ النواة في مياه النهر. لم تكتف العبارة بذلك، بل أطبقت ببنيتها الحديدية على من سقط منهم لتعيق احتمالات خروج غالبيتهم من تحتها لإنقاذ أنفسهم على الأقل، خاصة أنها لا تزال على مقربة من ضفة النهر لم تقلع بعيدا عنه. هكذا تموت إذن وجبة جديدة من العراقيين. اختارت فاجعة العبارة في الموصل أول أيام فصل الربيع في المدينة التي حملت اسمه أم الربيعين، وتزامنت مع الاحتفال بأعياد نوروز بإقليم كردستان وعيد الأم. لم ينقض عصر الخميس الماضي الموافق للحادي والعشرين من آذار الجاري حتى تناقلت وكالة الأنباء خبر الفاجعة، فاجعة أودت بحياة أشخاص جلهم من النساء والأطفال. حدث أن خرجوا يبحثون عن بارقة أمل لممارسة الفرح وطي صفحة العنف والإرهاب، بيد أن سوء الإدارة والفساد على مستوى المسؤول المباشر ابتداء من مالك العبارة ومالك الجزيرة السياحية إلى مجلس محافظة الموصل والمحافظ وصولا إلى الوزير المعني، أبت إلا أن تعود بهم القهقرة إلى سفوح الخوف والتوجس والخراب المديد. لم يكن هؤلاء الضحايا يحلمون بأكثر من يوم سعيد ونزهة بريئة مصطحبين فيها أعز ما يملكون أبناءهم، مقبلون بشغف على حياة أحالتهم إلى مؤسسة سياسية مرتبكة ومنقسمة، والأشد قسوة أنها غير مسؤولة. أظهرت فاجعة العبارة مدى انشغال المؤسسة السياسية بترتيب أوضاعها ولهوها عن المجتمع، تاركة إياه ليخوض نزالاته في الحياة ومعها وحيدا وبلا سند. مؤسسة تهتم بالشكليات وتحرير البيانات والدعوة لعقد الاجتماعات غير المثمرة وإقامة مجالس العزاء في القاعات المغلقة بعيدا عن أصحاب المصاب، لتقول بالنهاية إنها تتقن مهنة واحدة لا غير، عنوانها إعادة إنتاج الفشل.
لعل انتفاضتي السودان والجزائر على تباينهما، وهذا طبيعي، جاءتا لتبعثا الروح في الربيع العربي ولتقولا عبارة حق واحدة، إن الربيع العربي ضرورة موضوعية لم تولد من فراغ ولا من حالات جزئية عارضة تتعلق بموقف سياسي عابر أو بإجراء اقتصادي أو اجتماعي يتعلق بجانب من حياة الناس، بل إن ولادة الربيع العربي جاءت من تراكمات كثيفة لها علاقة بالسياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع وبالتقدم والتخلف وبالهزيمة والنصر، بحسب الكاتب محمود الوهب في مقال بصحيفة العربي الجديد. إذا كان النظام السوري نموذجاً لقمع الاحتجاجات، فإن نتائج تلك الأساليب اليوم في أسوأ حال. فعلى الرغم من أن النظام لم يترك وسيلة إلا واستخدمها ضد الشعب الثائر سياسياً وعسكرياً، فمن استعانته بما عرف بالشبيحة وبأفرع الأمن المتعددة وصولاً إلى الجيش وإلى استدعاء الأجنبي الطامع الذي أكثر ما تجلت وحشيته بضربات الجيش الروسي، والذي جرب 200 سلاح حديث وقيل أكثر، فقتل الآلاف ودمر مدناً بأكملها وهجر أهلها. وعلى الرغم من ذلك كله، ترى رأس النظام اليوم في حيرة من أمره، إذ هو من موت إلى موت يتقلب على جمر الروس والإيرانيين والأتراك، ومن خلف هؤلاء جميعاً الأمريكيون والفرنسيون والألمان والإنجليز. وفي الداخل ترتفع أصوات الشعب غاضبة من فقر وجوع وفقد للأبناء والأخوة والأحباب، والأسوأ من ذلك كله صوت رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو الذي ارتفع مجاهراً بضم الجولان. تكاد الأدبيات السياسية والاجتماعية في بلدان العالم أجمع تتقاطع عند الشعوب فكرة واحدة جوهرها ألا تقهر، وأنها ما يطور الحياة وينميها. وتؤكد هذه الحقيقة معطيات التاريخ في أهم حوادثه ومنعطفات ارتقاء مجتمعاته، وهذا بالطبع لا ينفي دور الفرد سلباً أو إيجاباً، لكن الأولوية دائماً للشعوب التي تملك إرادة التغيير وتدفع ثمنها. على مدى سنوات طويلة مضت، كان هناك شعور عارم لدى حزب الله بأنه يتمتع بقدر من الحصانة والإفلات من الحساب، وكذلك أن لديه مساحة يتحرك فيها دون تحمل مسؤولية سلوكياته العدائية وأفعاله الإرهابية باستغلال ثغرة موقف القوى الكبرى المتردد أمام تحميله مسؤولية أفعاله كحزب أقرب إلى الجماعات الإرهابية من الأحزاب السياسية. ولم يعد ممكناً مواصلة خداع العالم بأنه مكون سياسي لا يمكن للمعادلة السياسية اللبنانية المضي من دونه، بحسب مقال للكاتب سلمان الدوسري في صحيفة الشرق الأوسط. يتمتع حزب الله بثقل لا يمكن إنكاره على الساحة السياسية في لبنان، فالجماعة الشيعية التنظيم الوحيد في لبنان والذي لم يسلم سلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية، إلا أن هذا الثقل لا يستقيه من دعم شعبي داخلي، وإنما من دعم إيراني كبير أتاح له الحصول على قوة عسكرية ضخمة استخدمها سواء لترهيب خصومه من الأحزاب والتيارات السياسية بلبنان، أو أيضا لتقديم دعم ميداني كبير للنظام في سوريا. وهي في الحالتين ليست مهمة جماعة سياسية في أي دولة في العالم. لذا يقف لبنان اليوم أمام مصير كان قادما لا محالة في مواجهة دولية حقيقية لحزب الله، طمعا بعودة لبنان كدولة طبيعية. هذا السيناريو لم يكن ممكنا أن يأتي من الداخل، فأصبح الخيار المحتوم أن تصاعد الضغوط يأتي من الخارج، حيث لم يعد ممكنا الجمع بين ثنائية الحزب ذي القوة العسكرية والأعمال غير القانونية والشريك داخل الحكومة. الخطر الحقيقي يمكن اعتباره في الإحجام عن مواجهة حزب الله، فلم يعد الحزب كما يردد اللبنانيون أنفسهم دولة قائمة ضمن الدولة اللبنانية، وإنما بلغ الأمر ما هو أسوأ، حيث يسير لبنان ليكون دولة صغيرة قائمة ضمن دولة حزب الله، غير أن الشواهد تذهب إلى أن هذه المعادلة المغلوطة التي استمرت عقوداً لم يعد لها أن تمضي إلى ما لا نهاية، ومواجهة حزب الله أصبحت ضرورة لا يمكن التقاعس عنها.
يسأل برينتون تارانت منفذ مجرة نيوزيلندا نفسه في بيان جريمته، أو يسأل هل أنت من مؤيدي دونالد ترامب؟ ويجيب بالتأكيد فهو رمز لتجديد الهوية البيضاء وهدفنا مشترك، الفاشية والنازية والصهيونية كلها ثقافة غربية قائمة على أساس تفوق العرق الأبيض، ثقافة أنتجت جماعات وأحزابا ما زال بعضها فاعلا في القارة القديمة وفي الولايات المتحدة حتى اليوم، ويطلق على هذه الجماعات اسم اليمين المتطرف، لكن لا اليمين يعترف ويعتذر عن جرائم الماضي والحاضر ولا اليسار يعتذر، وفق مقال الكاتب مصطفى زين في صحيفة الحياة. الجرائم العنصرية الإرهابية في الغرب لا يرتكبها ذئب منفرد أو ضال، إنها نتاج ثقافة متجذرة عبر التاريخ، ثقافة اشترك بنشرها اليمين المتطرف والمعتدل واليسار. يكفي أن تستعيد بعض حقب التاريخ الاستعماري لأوروبا وأمريكا كي تتأكد من ذلك. الاستعمار في أدبياته وبالتعريف هو الحط من ثقافة الآخر المختلف المتخلف. على هذا الأساس كانت الغزوات البريطانية والفرنسية أيام الإمبراطوريتين الطرفان شركا بإبادة الهنود الحمر وملايين الأفارقة والآسيويين بوحشية، تصفها كتب التاريخ بتفصيلها. والحجة واضحة، الشعوب المتخلفة لا حضارة لديها، عليها أن تتعلم كيف تنشئ الدول، وإنشاء الدول ترافقه سرقة ثروة هذه الشعوب وإغراقها بالديون وإخضاعها واستتباعها بالقوة. فلنتذكر ما فعله البريطانيون في الهند والصين، في جنوب إفريقيا ما فعله البلجيكيون أيضا والهولنديون في إندونيسيا، وهما دولتان صغيرتان في الحجم وفي التاريخ والجغرافيا والحضارة. إنها الثقافة التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ليس ذئباً منفرداً بل انتخبته الجماهير التي تعشعش وسطها كل الأفكار العنصرية والعنجهية التي تميز الأمريكي عن غيره. إنها الثقافة التي أفرزت بلاك ووتر وما فعله المرتزقة في العراق. ما دخلني يا سيدي والله أنا دهان، من عبارة لربي أسرة فلسطينية سورية في المعتقلات السورية يخضع للتعذيب، إلى مشهد صحفي يعدم في ذات المعتقل بعد أن كانت آخر عباراته في حوار مؤثر مع سجانه: لازم تعرف أن الصورة باقية وأنتم ذاهبون، وما يبقى منكم غير أثر الموت وريحة الدم. فيلم من إخراج الفتى الفلسطيني السوري آدم خليل الذي لم يتجاوز 16 عاما من عمره. فيلم ما دخلني يروي قصة عائلة فلسطينية سورية تعيش في مخيم اليرموك بدمشق، يحكي قصة الأب والابن في سيناريو يحمل في طياته معاناة المعتقلين في سجون النظام السوري والضغط الذي يعيشونه وأساليب التعذيب التي يخضعون لها. هذا الفيلم الذي شارك في مهرجان سيني فلسطين لدورته الخامسة يقام في مدينة تولوز الفرنسية، حصد إعجاب الفرنسيين المهتمين بالسينما الفلسطينية قبل إعجاب العرب، وأضحت معالم نجاحه تلوح في الأفق في فرص قد تتاح له للمشاركة في مهرجانات سينمائية أضخم في دول مختلفة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.